بعد المباراة قال عدد من الجماهير السعودية في قطر إن هم راضين وفخورين بأداء المنتخب رغم الخسارة يعني من بولندا. حقيقي برافو للمنتخب السعودي، حقيقي أنتوا شرفتونا. جاي أحضر المباراة بكل حماس والنسبة فازنا، لكن انصدمنا من النتيجة. تمرينهم كان جدا قوي، كانت في نسبة فوزنا 50%، لكن ما أدري إيش صار. مثل ما شفنا المباراة اليوم، مباراة الأمانة يعني أداء مشرف، أداء رائع، ولكن هذه كرة القدم يعني فوز وخسارة. بقينا مباراة مع المكسيك إن شاء الله بإذن الله أنا بنعوض. كلنا ثقة في المنتخب، كلنا ثقة في المدرب، كلنا ثقة في الإداريين واللي ماسكين يعني التدريب. بإذن الله أن متفائلين خير مباراة المكسيك بإذن الله. هذه الكرة فوز وخسارة، هذه كأس العالم، هذه حالاته. تفوز تخسر وتعوض قدام إن شاء الله.